تابعوا قضايا حلقتنا لهذا اليوم وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على هاشتاغ الراصد في تويتر. يقول المتابعين للشأن العقاري أن السوق حالياً في حالة من الركود والانخفاض، وصلت في بعض المناطق إلى 30%، لكن العقارات اللي تقع في المناطق المركزية ما شهدت أي تغيير حتى اللحظة. العقارات في معظم مناطق المملكة حالة من الركود والانخفاض وصلت إلى ما بين 15 و30% بحسب بيانات وزارة العدل. وعزى خبراء هذا الانخفاض والركود إلى وفرة المعروض وقلة الطلب، إضافة إلى دخول شهر رمضان المبارك والإجازة المدرسية. وش تسمع منهم يقول عقار نزل؟ أسمع معهم يعني أحد يقول نزل وواحد يقول ما نزل. أنا أقول يعني الشخص على العقار ماسك أرضه وهذا ماسك فلوسه في الأيام هذه، يعني ركود، لا نزلت الأراضي ولا أحد اشترى. والزباين يجون ولا يجون؟ يجون الزباين. الزباين زي أول يجون، في إقبال كبير ولا؟ شوي شوي، ما في عقب زي ما أول شوي. بس الزباين الآن يشوفون؟ يشوفون يروحون. ما يشترون؟ لا ما إلا في بعض يشترون غير عن ثنتين. إلا أن هذا الانخفاض والركود لم يؤثر على بعض المناطق التي تقع في المناطق المركزية أو الإدارية أو التجارية. إن هناك من يقول أن العقار بدأ ينهار، ماذا تقول؟ هذا غير صحيح، العقار ما زال عزيز، والدليل البيع اللي حاصل عندنا الآن في المنطقة، البيع جيد والأسعار في ارتفاع، ربما السكن يتأثر، أما التجاري ما زال عزيز وفي زيادة، ولكن العقار ما زال شاد، ربما النزول واضح في الأطراف، أطراف الرياض، أطراف المدن اللي ما فيها خدمات، أما المكان المخدوم واللي دخلت الكهرباء بالعكس نشوف الآن في زيادة والأسعار متماسكة. وقد تصدرت مدينة الرياض قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر شعبان بقيمة 6 مليارات ريال وبانخفاض قدره 6%، تلتها مدينة جدة ب4 مليارات ريال وبانخفاض بلغ 3%. ويؤكد خبراء في العقار أن القطاع العقاري يمر بمرحلة حاسمة، وأن العرض والطلب هما من يحددان الأسعار، فرغم ضخ صندوق التنمية العقاري لقروض سكنية عديدة إلا أن أصحاب هذه القروض لم يتقدموا لاستلامها نظرا لعدم امتلاكهم لأرض للبناء عليها أو لافتقارهم للسيولة. لبرنامج الراصد، خالد رشيد. مدير الصندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أكد أن بيتم بكرة الإعلان عن أسماء الدفعة الجديدة من أسماء المستحقين للقروض وفق التسلسلات الرقمية للقوائم، والبالغ عددها حتى الآن 5000 قرض. وقال أن قيمة القروض الآن تبلغ 1.5 مليار، منوها إلى أن نظام الصندوق أجاز التعاون مع المؤسسات الحكومية في تقديم قروض لمنسوبيها لبناء مساكن لهم. ينضم لنا من الرياض الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة. أهلا دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا. هل أسعار العقار متماسكة، انخفضت أو لا زالت تراوح مكانها حتى اللحظة؟ العقار يعني عندنا له أهمية كبيرة، اللي صار أحاديث وسواليف أكثر من أنه يعني يكون أمور قائمة على حقائق ومسوحات منهجية. طيب عطنا الحقائق. أقول لا تعطينا الحقائق، خلنا نوقف عليها نشوف. لا، الحقائق إن شاء الله ملك الجميع، مو بس ملك أنا، بس إنه يعني هناك من مغول بأنه سيحدث انهيار للعقار وتداعي لأسعار الأراضي، وهذا الكلام يعني انطباعي يعوزه الدليل. قد يكون هناك يعني انسدادات إنجاز التعبير في بعض الأمور، منها على سبيل المثال أن هناك شح في معروض في المعروض من المساكن الاقتصادية، والمساكن الاقتصادية هي المطلوبة، أو يكون في يعني ارتفاع في سعرها، أسعار الشقق، أسعار الدبلكسات الصغيرة، فهذا أمر يعني لا بد يكون في مزيد من العرض حتى تصبح أسعارها في متناول شريحة الشباب. الأمر الثاني، القروض الآن يعني مثل ما قلتوا في تقريركم، هناك يعني صندوق التنمية العقاري بذل جهد كبير حقيقة
وهذا أمر يعني تشكر عليه القيادة ويشكر عليه بالتأكيد الصندوق القائمين عليه بالإعلان عن كثير من القروض. طيب. ولكن تبقى المشكلة توفر الأرض. هذا الإشكال لابد له من حل. طيب. والحل يعني لن يتأتى إلا من خلال توفير أراضي مخدومة بأسعار في متناول الشباب، بحيث يتمكن الشاب من امتلاك منزله أو بيته الأول في أقرب فرصة ممكنة مع وجود الصندوق. طيب. هذا ما حدث على فكرة في بداية إنشاء الصندوق. عندما أنشأ الصندوق كان بوسع أي مواطن أن يذهب إلى البلديات في ذاك الوقت ويحصل على أرض بثمن رخيص، تكون مخدومة، تكون ضمن النطاق العمراني، قابلة للبنيان، ويبني المنزل بالقرض وبناء على ذلك أصبحت بلدات مدن وقرينا أصبحت نتيجة لمساهمة الصندوق وتواتر بناء المنازل. دكتور حسين، أنا بعطيك طيب شيء عملي وواضح قدامنا. في الآن أنت تقول السوق إنه لا زال يعني نوعا ما متماسك، وكلمة انهيار وما انهيار ما هي بموجودة. 120 قرض الآن صادرة من الصندوق العقاري وأصحابها رافضين يتسلمونها، وش معناته هذا؟ يعني مثل ما قلت لك، في العائق هو توفر الأرض. ويعني مرت فترة سابقة وزارة الإسكان كانت ما تتعاون مع يساوي أو لآخر، ترى أن بإمكانها حل مشكلة السكن وأزمة السكن بمفردها دون التعاون مع القطاع الخاص. الآن هناك يعني يبدو أن أمامنا منظومة تتشكل، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقرية من خلال إتاحة الأراضي وبمساعدة الأمانات والبلديات، وكذلك القطاع الخاص، بحيث يعني إحنا في بلد كبير جدا بالمساحة، الله إن شاء الله يحفظ البلد ويرعاه. ولذلك قضية ندرة الأراضي في المملكة العربية السعودية على عدد السكان اللي عندنا، هذا أمر يعني ليس بالإمكان استيعابه. الأزمة، أزمة الأراضي يعني أزمة ما لها مبرر، إلا أن الأراضي ممسوكة لابد لها من حل، بحيث أن تصل إلى المستفيد النهائي من خلال تعاون الأقطاب الثلاثة. طيب دكتور حسان أبو حليقة من الرياض، شكرا جزيلا لك.